كنا إذن في آيات من سورة صعد، وآخر شيء تحدثنا فيه في المرة الماضية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال، ثم أناب قال. فسرنا هذه باختصار، احنا وصلنا لنتيجة انه سليمان نفسه عليه السلام قد اصيب يبدو بعارض مرضي، وهذه القضية بدناش نستفيض فيها الان، خلصنا منها. قال معناته نجح في الاختبار، قلنا فتنا سليمان وهذول القضيتين، فتنا سليمان والقينا على كرسيه، تحدثنا فيها. اللي ما كانش حاضر، احنا هذه غالبا بعد شهر يعني بتنزل في اليوتيوب، بعد شهر تقريبا من الدرس، اي درس. قال ربي اغفر لي، قلنا انه كل ما ارتقى الانسان، كل ما ارتقى الانسان كل ما شعر بانه مقصر في جنب الله. مين اللي بيكون راضي عن نفسه تماما؟ الفاسق، الفساق، بكونوا راضين، بقول لك انا تمام. مين اللي دائما يشعر بالقصور؟ اللي بيشعر بالقصور الانسان اللي بيرتقي، كل ما ارتقى كل ما شعر انه في جنب الله هو مقصر. وقضية الاستغفار من قبل الانبياء والرسل نفهمها في هذا الباب، في هذا الباب. اما لا تعني اطلاقا انه بيكون في ذنب. الاستغفار مش بس يكون من الذنوب، والاستغفار كما قلنا شعور الانسان بانه هو مش مؤدي حقوق الخالق، فبالتالي كل ما عرف الخالق اكثر كل ما شعر انه هو ما بيؤدي حق نعمة الخالق. ربي اغفر لي، نجح هو في الاختبار واضح. مننا بنعرف من خلال مطالبه، عم بطلب شيء مش بسيط، عم بطلب، نجح. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. مع أنه هذه الآية سبق أنه